بقول لك يا سي فتحي، انا كل يوم والتاني يا اخويا بتقدم لي عرسان اشكال والوان، وانا عماله اطفش فيهم لدرجه ان ابويا وهريدي شكوا في الامر. وطي صوتك، وطي صوتك لحد يسمعني. وطي صوتك لحد يسمعنا. مالك يا اخويا خايف مرعوش كده؟ انا خايف؟ انا ما بخافش. انا خايف من ايه؟ اللي يحب ما يخافش. شوف اختك مروه عملت ايه. لا اختي ده مشوار تاني خالص. اختي عندها راجل بيصرف عليها، ولو ما صرفش بتشتغل وبتاخد مرتب. لكن انا، لكن انت ايه بقى؟ كل الفلوس اللي عندكوا دي وهتغلب. يا حبيبتي يا حبيبتي، لو ابويا قفش عليا لا يمكن حد يميل دماغه في اي حاجه تاني. امال امك فين؟ امي هي امي تقدر تقول له تلت التلاته كامله. يعني تقصد ايه؟ كل واحد يروح في حاله؟ يلا يعني عايز. استني بس، استني، الموضوع ده محتاج نفكر له كويس وانت تكتكله. طب تكتك، المهم تطلع بنتيجه. ده انت حتى الشغل المغلق بتاع ابوك مش عايز تروح وعمال تاجل فيه. بكره هتشوفي. بكره 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 هو بكره ده ايه؟ ما بيجيش خالص. يكون في علمك بقى انا متقدم لي عريس ايه؟ لقطه عنده استعداد يصرف عليا من جنيه لألف، ومستني مني إشارة واحدة. أي نعم هو متجوز وعنده عيال، لكن مفيش مشكلة، وانت تعرفه كويس قوي. أنا أستنيك يا وردة. يا وردة استني بس يا وردة. مين ده ابن القرعة؟ العيال ناموا؟ العيال في اوضتهم بيتفرجوا على التلفزيون. أجهز لك العشاء؟ لا 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 مش هقدر أكل، انا لسه واكل لقمه دلوقتي مع واحد تاجر كنت بتفق معاه على بيعه. بس الحاج بيني وبينك مش عاوز اقابل حد من دول. هو اللي حصل ده شويه يا برعي. حاج صعبان عليا قوي يا حميده، لو شفتي حاله يصعب على الكافر. الراجل زي ما يكون اتكسر. انا خايف على الراجل ده، لو جرى له حاجه مين هيدور الشغل؟ امال انت رحت فين؟ انا رحت فين؟ قصدك فتح اخوكي راح فين؟ انت مش قلت لي ان هو مش هينفع؟ لا، كل شويه الحاج يقول لي خلي بالك من فتحي يا برعي، خلي بالك من فتحي يا برعي. لازم تعرف ان الضربه الجايه اللي هتفتح لك الطريق هو ان فتحي اخويا يتجوز بنت بشندي. ساعتها بقى ابويا هيامن ويصدق ان مفيش حد غيرك يقدر يدور الشغل. قول يا رب. هقول، بس انت شد حيلك. اجيب لك الشيشه واولع الفحم؟ هات الولعه خليها ليله مرمطه.